فاجعة الصبلات. حدث البارحة مساء غرق 12 طفلا في شاطئ الصبلات بالجزائر العاصمة بعدما كانوا في رحلة نظمتها إحدى الجمعيات. توفي منهم 5 كلهم من عين بوسيف بولاية لمدية ومن نفس المدرسة محمد محمد. فاجعة بأتم معنى الكلمة. القائمة الإسمية للمتوفين: بنقيدة صهيبة، درواية على الدين، محمودي حمزة، رابحي أنس، وبنقيدة يونس عبد المطلب. اللهم اجعلهم ذخرا لوالديهم وشفعاء لهم. اللهم أعظم بهم أجورهم وثقل بهم موازينهم وألحقهم بصالح سلف المؤمنين. إنا لله وإنا إليه راجعون.